السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما شفتوا القصبة يعني الجزء الثاني، فايت من اللي حطيت الجزء الأول. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، غادي نتعرفوا ونزيدوا نتعرفوا على القصبة والمآثر اللي لداخل كما كتشوفوا، وفرجة ممتعة. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك والاشتراك والبارتاج، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
asediado por los almohades de Abu Zakaria. Thank you.